مرحبا بحضراتكم من جديد. ربما عرضنا قبل كده مجموعة من اللقاءات المتميزة اللي عملها زميلنا محمد الشاذلي مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. ربما هذه اللقاءات اتكلم فيها قبل كده عن دولة التلاوة في مصر، عن المقامات، عن النغم، عن أيضا المدارس المختلفة في التلاوة. صحيح يا مصطفى، النهارده معانا الجزء الأخير من حوار القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي وحديث عن كيفية اعتماد القارئ في الإذاعة والفرق بين القارئ الإذاعي المعتمد وغير المعتمد. مصر دولة التلاوة. مصر دايماً ولادة، وجيل بعد جيل بيظهر قراء جدد بيحملوا الراية وبيكملوا المسيرة. مسيرة عطاء الكبار العمالقة اللي تركوا إرث كبير جداً بتزخر بيه الإذاعة المصرية. عشان كده في فرق كبير قوي ما بين القارئ المعتمد من إذاعة القرآن الكريم والقارئ العادي. في فرق بين قارئ دخل لجنة فيها أسماء تخض من أساتذة القراء وعلماء من الأزهر وأساتذة من الإذاعة وأساتذة من معهد الموسيقى، وفي مراحل وتصفيات لحد ما تستقر اللجنة على إن القارئ ده يصلح إنه يقرأ في الإذاعة ويمثل دولة التلاوة في الخارج. فأكيد في فرق كبير ما بينهم. في فرق بين القارئ المعتمد والقارئ الهاوي، القارئ اللي ما عندوش ضوابط ولا أساسيات المهنة، القارئ اللي بيقرأ للشهرة، القارئ اللي بيقرأ لهوى المستمعين. لكن مهم إن احنا نفرق ما بين القارئ المعتمد وغيره من القراء. تفاصيل كتيرة عن القراءات وعن النشاز وعن الوقفات الغير صحيحة والوقفات الصحيحة وعن دمج المقامات هنعرفها دلوقتي من فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. مولانا قارئ الإذاعة المعتمد، إيه المراحل اللي بيعدي عليها؟ طبيعة اللجنة بتكون عاملة إزاي؟ القارئ حين يتقدم للإذاعة يطلب منه بداية 5 دقائق للتعرف على صوته، كان عنده موهبة أو غير موهبة. فإن تم اعتماده كصوت تحدد له لجنة للحكم عليه في الحفظ والأحكام التجويدية، لأن ما سمعناه ربما يكون قد سمعه من غيره وهو غير متعلم أو غير متقن، فربما يكون قد وفق في 5 دقائق اللي قرأه مع اللجنة، فلا يكون ذلك حكم نهائي، لابد من عرضه على اللجنة في حفظ القرآن كاملا ثم في أسئلته أو يسأل في أحكام التجويد. فإذا ما نجح يتم تسجيل 1/2 ساعة للحكم والتقييم، فإذا ما نجح يسجل له 5 أدوار كل دور ربع ساعة، فإذا ما انتهى من ذلك يترقى للبرنامج العام فيطلب منه 4 أدوار كل دور 1/2 ساعة، وعندها يمكن له أن يدخل على قرآن الجمعة أو قرآن الفجر ليترقى على الهواء. الموضوع مش سهل، رحلة صعبة طبعاً. وطبيعة اللجنة مشكلة من مين؟ طبعا يعني دلوقتي اللجنة مكونة من معالي الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والشيخ سيد عبد المجيد، والدكتور أحمد نعينة الآن في التشكيل الجديد، وإلى جانب الموسيقيين والإداريين، هكذا يعني حوالي 13 فرد من أعضاء اللجنة. عظيم. إيه الفرق يا مولانا بين قارئ الإذاعة، القارئ المعتمد من الإذاعة، والقارئ العادي؟ القارئ الإذاعي يقدم القرآن كما يجب أن يقرأ، يعني هو رجل عنده هيكل للأداء الإذاعي، كيف يبدأ من قرار البياتي ثم يرتقي إلى الرصد ثم إلى السيكة ثم إلى النهوند، يعني فيه لا يكون فيه ملل، يعني لا يأخذ نغمة ويكررها حتى يمل منها الناس، يعني ممكن يكون قرآنه سليم خالي من الأخطاء، فيأتي عضو اللجنة الفني الخاص بالمقامات فيقول لا عنده رتابة، القفلات مكررة، فيرفض الدور وهو خالي من الأخطاء التجويدية، وليس هناك أي ملحوظة في أدائه إلا أن أداؤه غير راقي بالمستوى الفني. لكن بالنسبة للقارئ الغير إذاعي ممكن يكون قارئ بقى شعبي ياخد نغمة ويقعد يكررها. قارئ شعبي. طبعا يعني حلو المصطلح ده. المصطلح بقى ان هو عاوز شوية في الحتة دي. عاوز يسيطر على مشاعر الحاضرين، لان انت حتى برضو بتشوف بعض
القراء الإذاعيين عنده فاصل ما بين قراءته في الإذاعة وما بين قراءته في المحافل. إذا ما قرأ في أي محفل خارجي يقول لك خلي الناس تنبسط، فياخذ بقى مسافات ونغمات وشوية يعني خروج عن المألوف. إذا ما جاء للإذاعة يجد نفسه مقيد، للقراءة في الإذاعة محتاجة التزام والآخر. أنا خففت عن نفسي هذا الكلام فأقرأ في الإذاعة كما أقرأ في المحافل، هي القراءة هي القراءة، حتى لا يكون هناك مشقة أو تعنت في أنك لما تدخل الاستوديو تشعر أنك مقيد ومحروم من الحرية التي تراها في المناسبات العامة. طيب مولانا، حضرتك شايف أن غياب الكتاب مؤثر؟ جدا. الكتاب هو مصدر الإنتاج لحفظة القرآن، والقراء المتميزين حفظاً وإتقاناً حتى في الخط نفسه. تجد القارئ الذي تخرج من الكتاب خطه جميل، عنده ثقافة ولغة، لأنه يتعامل مع القرآن كشيء متكامل، ليس مجرد حفظ فقط، لكن هو بيرى في شيخه قدوة في كل شيء، في لغته، في تعامله، في جديته، في قوته، في حفظ المتشابهات، في حتى إن بعض مشايخنا ما كانوش أزهريين وكانوا ممكن يطلعوا يخطبوا الجمعة. يعني فتجد النهاردة على العكس، ممكن واحد يبقى متخرج من الأزهر وتجده ضعيف في الخطاب لأنه لم يحفظ القرآن ويتأسس عليه في البداية. فده مهم جدا إن احنا لازم نعد الكتاب بأسلوب الشيخ المتحضر بقى حاليا. يعني كان زمان سيدنا يعني عنده الفلكة وعنده العصاية وعنده مش عارف إيه، النهاردة محتاجين برضو الشيخ المثقف الذي يعلم الذي يحفظ القرآن أو الذي يحفظه القرآن، يعلمه اللباقة ويعلمه الخط ويعلمه الثقافة ويعلمه النغم ويعلمه الصوت الحسن. كل ده احنا محتاجين بقى، ويفهم كمان انه بيتعامل مع جيل مختلف. نعم، جيل يعني لم يعد لا هو منفتح على كل شيء، فلابد ان احنا نتعامل معه بحرص شديد، وإلا سينفر الطالب من شيخه. صحيح. طيب كنا بنتكلم من شوية عن القارئ الشعبي، القراءة الشعبية، في بعض المشاكل كده القراء الشعبيين يعني بيعملوها، والجمهور في ناس بتقول عادي، ايه المشكله لما يعملوا كده، لكن المتخصصين، وطبعا احنا منتظرين راي حضرتك في مثل هذه المسائل، القارئ مثلا اللي بياخد نفسه وسط القراءه، ايه المشكله في كده؟ لا طبعا هو ده يعني ده خطا تجويدي، لان دايما حتى الحرف الذي فيه سكت لا يكون فيه تنفس، فان تنفست خرج منه الهواء. يعني أنا لما أقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا، أنا بعمل همس، لكن أقول إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، بدل ما أعمل همس لا أنا استغلت ده في سكت وأخذ النفس فيه، فيبقى برضو أنت خالفت القاعدة التجويدية، يبقى في مشكلة هنا من حيث الحلال والحرام بقى. ده كمان بيعتمدوا على بعض المؤثرات الصوتية، صدى الصوت العالي، عشان يقدروا في هذا التوقيت يسرقوا النفس ويرجعوا تاني، ما يبقاش ملحوظ. يعني دي بقى حرفية هم بيستغلوها، ولكن هي غلط. دائما الصح صح والخطأ خطأ. وأنا أقول حتى إذا ما سمعني أحد ووجد في أي ملحوظة، أنا أقول أن هذا صح وهذا خطأ. مولانا، هناك من يقرأ بالقراءات وهو غير دارس، البعض بيقول إيه المشكلة طالما الراجل متقن يعني، فعايزين رأي حضرتك في الموضوع ده. كل علم لابد له من شهادة ميلاد، كل علم لابد له من شهادة ميلاد تحيي، فوجودي بدون شهادة ميلاد لا يثبت أنني موجود أساسا على وجه الأرض. فالعلم كذلك لابد له من معلم. حتى سيدنا النبي لم يسمح له أن يقرأ بدون أن يتلقى، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
وقال له الله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالقضية لو قضية أن أنا بسمع وأنقل ده ما يعتبرش علم. وأنا بقول لحضرتك لو شهادة دكتوراه أو رسالة دكتوراه وأخذت سرقة من فلان وفلان وفلان وأنا جمعت رسالة دكتوراه أين علمي؟ صحيح. أنا سرقت هذا العلم ونسبته إلى نفسي. لكن لابد أن يكون للعلم مصدر تتلقى منه العلم السليم حتى لا يطعن في ذلك العلم. إن لما تسأل مين شيخك تقول شيخي فلان، ما تقولش لا ده أنا سمعتها فلان بيقول كذا، ما يمكن اللي ما نقلت عنه مخطئ. فلا يعتد بالقراءات السماعية، لكن لابد أن يكون لك شيخ تتلقى عليه. عظيم. اتكلمنا قبل كده مع حضرتك وقلنا أنه القارئ القرآن بيخلي المستمع يدخل في حالة. بعض الناس يعني بتخرج من هذه الحالة، هو من المفترض أنه قاعد منسجم مع آيات من كتاب الله، قاعد بيسمع قصة من قصص الأنبياء بالمقامات المضبوطة اللي تفسر هذه القصة، لكن بعض السميعة بتوعي من دول، وأكيد حضرتك ملاحظ حاجة زي دي، بيخرج عن المألوف. هم ليسوا بسميعة. لأن من يسمع لابد أن يخشع. أيمكن أن يكون لك رد فعل ولكن رد فعل محمود؟ وهذا ما كنا نراه أمام كبار القراء. ربما تسمعه إن فعل في تشجيعه ولكن في حدود الأدب، حدود الوقار، حتى لا يتحول مجلس القرآن إلى تهريج. وأنا بأناشد كل من يسمع أهل القرآن أن يتأدب معهم بأدب القرآن. أنا واحد من الناس، أنا بغمض عيني ولا أنظر من الذي يشجع ومن لا يشجع، أنا أتعايش مع القرآن. ويمكن أنا بحاول أن أنا أطفي هذه الحالة على الحاضرين حتى يعيشوا معي هذه الروحانية. لكن من يوزع ابتساماته للناس ويرفع إيده يعني نشجعه أو يكون لكم رد فعل، لا، إحنا لا نحتمي في تشجيع الناس، لأن القرآن دائما له جلال وله جمال، فلا يكن جمالك يعني مبالغ فيه حتى لا تطفئ جلال القرآن وتنقص من جلال القرآن. فأنا لست معي مع من يبالغ في تشجيع القارئ مهما كان جميلا، لأن القرآن أجمل وأعظم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فياريت نتأدب مع القرآن. طيب حضرتك دلوقتي بعد ما وصلت إلى هذه المكانة شايل مسؤولية كبيرة قوي، وهي إيصال هذا العلم للأجيال القادمة، فعايزين نعرف إزاي حضرتك بتعمل الكلام ده. هقول لحضرتك يعني مداد العلم بما تقدمه للناس. إن قيمة العلم مش إنك تحمله فقط، ولذلك الخيرية كما قال النبي ليست في من تعلم، إنما قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالخيرية ليست فيك لوحدك، لأنك هتموت وهيموت العلم ده معك، لكن إذا ورثه لغيرك فأصبح مداد لك وطول عمر لك وأجيال تحمل هذا العلم عنك. لذلك احنا لسه ما زلنا بنذكر أسماء الصحابة الذين ماتوا منذ أكثر من 1000 سنة. بأي شيء نذكرهم؟ بآثارهم، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فهذا الأثر هو الذي يبقي ذلك الاسم على ألسنة الناس. فنحن ننقل هذا العلم، ومصر دائما هي رائدة في تلاوة القرآن وفي العلم، بلد الأزهر، وفي الابتهال وفي الإنشاد الديني. فلا يمكن أن احنا نتغافل عن دورنا في إبراز المواهب في مصر وتقديم أجيال جيل بعد جيل ليحملوا هذه الرسالة. لأن أنا بحزن كتير جدا لما واحد يقول لي لقد انسحب بساط التلاوة من تحت أقدام القراء المصريين. كلمة قاسية، كلام يجرح قوي. ولا يمكن أبدا أن تتنازل مصر عن ريادتها وقيادتها في تلاوة القرآن وفي العلم وفي الابتهال وفي الإنشاد الديني. لا يمكن أن يأتي، ربما يكون في وقت فيه
هبوط للمستوى، لكن معنى ذلك ألا تموت هذه المدارس القرآنية. بما أننا بنتكلم عن الأجيال الجديدة في بدايتها، نسمع لبدايات الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، أو مش بدايات بقى كمان، خلينا نقول وهو عنده 10 سنين تقريبا في هذه في هذا السن. دي كان أول تلاوة أنا سجلتها وأنا عام 75، وكنت طفل عندي 10 سنوات يعني، ما وكنت شاء الله. بلعب أمام المسجد يعني كده، فقال هاتوا عبد الفتاح يقرأ متمكن ما شاء الله. بمناسبة الإسراء والمعراج، والحمد لله مين، يمكن أنا لما بسمعها دلوقتي وبكون منبهر يعني بالمستوى ده، إنه يبقى طفل عنده 10 سنين وقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يمكن نفسي حاليا دلوقتي ما أقدرش يجيب المسافات دي كلها يعني، لكن الحمد لله يعني ده من عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لنا في هذا السن. Yeah.